السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. لأول مرة تشوف هذه القناة ما يبخلش علينا بواحد الاشتراك وبواحد اللايك، ومرحبا بالجميع مغاربة وغير مغاربة، ما تحرموناش من اللايكات ديالكم ومن الدعم ديالكم، ودائما معكم في جميع أخبار وقضايا المهاجرين. كما قلت لكم الريديت وديتشتا دينانسا، ودائما غادي نبقاو نتكلموا على الريديت وديتشتا دينانسا، على جميع البونوسات كما عودناكم كما قلت لكم في القناة هذه. الريديت وديتشتا دينانسا إن شاء الله راه ما كاين حتى شي تغيير، ما كاين حتى شي حاجة طرأت عليه، يعني وحتى ولو أنه تشكل هذه الحكومة هذه اللي غادي تجي دابا إن شاء الله، اللي غادي يشكلها السيد ماريو دراغي كما تعرفوا، مع الأزمة اللي كاينة ديال الحكومة. المهم بقى المسألة في المشاورات، مازال باقي الكلام، باقي مازال الوقت باش نخرجوا ونقولوا أن الريديت وديتشتا دينانسا راه ما غاديش يبقى. مثلا في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على التواريخ والاوقات ان شاء الله اللي غادي يتخلص فيها الانسان، واللي غيكون فيها الخلاص ديال الريديت وديتشتا دينانسا. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يتخلصوا واللي دفعوا الطلب ديالهم ولا دفعوا التجديد ديالهم في الشهر الفائت، الخلاص راه يكون ان شاء الله اول مره نهار 15 في هذا الشهر ديال فبراير. بالنسبه للناس اللي ديجا يعني كانت عندهم الدفعه الاولى ولا الخلاص الاول في الشهر الفائت، هذا الشهر هذا ان شاء الله يعني ديال فبراير غيكون الخلاص بطبيعه الحال نهار 27، قولوا 26 غيبدا، هذا هو التوقيت ديال الخلاص ديال الريديت وديتشتا دينانسا. كاينه مساله اخرى نتكلم فيها وهي ديال الايزي، بطبيعه الحال الخلاص اللي غيجيكم ديال الريديت وديتشتا دينانسا فعنده علاقه يعني بالايزي، كيفاش داير كيفاش غادي يكون ديال هذه السنه هذه. بطبيعه الحال هذه مساله مفروغ منها، يعني الا جاكم الريديت وديتشتا دينانسا طالع عرفوا راه يعني على حسب داك الايزي ديالكم اللي جددتو. كاينه مساله اخرى بالنسبه للناس يعني الظروف ديالهم، يعني كانوا خدامين ما بقوش خدامين وحاليا دابا ما خدامش، هذه مثلا على سبيل المثال يلا دفعوا الريديت وديتشتا دينانسا وما كانوش خدامين هذه 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور مثلا، ما كانوش خدامين وخايفين بان الايزي اللي غادي يديروا دابا يعني غادي يكون طالع، فراه ممكن انكم ديروا ليزي كورينتي. ايزي كورينتي اللي تتبدل كل 6 شهور، عندك الحق انك تبدلو كل 6 شهور، بخلاف الايزي الاخر العادي اللي تتصايبوا دابا في اول ديال السنه اللي تستمر المده ديال العام بطبيعه الحال. يعني تقدروا ديروا ليزي كورينتي بطبيعه الحال باش يشوفوا ان الحاله الماديه ديالكم راه ما عندها حتى شي علاقه يعني بداك الايزي العادي الاورديناريو. الناس اللي متاكدين بانهم يعني كملوا 18 شهر في هذا الشهر هذا ديال فبراير، فما عليهم الا انهم يحاولوا يديروا تجديد ديال الطلب ديال الريديت وديتشتا دينانسا، وبطبيعه الحال الخلاص او الدفعه الاولى ديال الخلاص غادي تكون ان شاء الله في 15 مارس ديال الشهر المقبل. هذا ما كان في هذا الفيديو هذا، ما تحرموناش من الدعم ديالكم والاشتراكات ديالكم في القناه، ونتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.